إن الله يحب التوابين، ما قال التائبين، توابين، تواب فعال، معناه أنه كثير التوبة. وإذا كثرت التوبة كثرت الذنوب، لأن التوبة من الذنوب. ولذلك من كثرت ذنوبه وكثرت توبته بصدق مع الله عز وجل، المهم أنك إذا فعلت الذنب تعقد جازما أنك لن تعود، وكأنه آخر عادك بالذنب. هل معنى هذا أننا نشجع المعصية؟ لا والله. إذا تعاطى الأسباب في عدم الوقوع في الذنب وابتلي بالذنب، فليعلم أنه ليس هناك أصدق من أن يعود إلى ربه، وأن الخيبة أن يستمر في طريقه، أن يقول له الشيطان أنت ما تصلح للهداية، أنت ما فيك خير، تتوب إلى متى؟ كم مرة تبت من هذا الذنب؟ يقول له أتوب وما دامت روحي في جسدي سأتوب، وتخسأ يا عدو الله. عندها يفرح الله ويقول لملائكته: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. علم عبدي أن له ربا، لأنه بمجرد ما يتلطخ بالذنوب والمعاصي وآثارها السيئة يندم ندما شديدا، وكأن لسان حاله يقول: ما وجدت عند غير الله شيئا، ولا يغني لي غير الله من الله شيئا. فهذا إيمان، هذا توحيد، وأن العبد مهما كثرت الذنوب وتكررت وهو يقول ربي يغفر، ما معناه؟ هو لما يقول ربي اغفر لي وقد أكثر من هذا الذنب وتكرر منه المرات ويقول ربي اغفر لي، ما معناه؟ معناه أنه صدق وآمن بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لعبده. ولا يعلم العبد مقدار إهانته للشيطان وإذلاله لعدو الرحمن إذا قال من كل قلبه: اللهم إني تائب إليك. ولا يعلم العبد ولو كان الذنب أعظم الذنوب أنه إذا أقبل على الله مؤمنا بكتابه مصدقا بوحيه الذي جاء في الكتاب والسنة أن الله يغفر الذنوب جميعا، أنه إذا احترق قلبه بالندم واعتصره ذلك الألم ووجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مؤمنا مقبلا على الله وقال بلسان صادق: أستغفر الله، إلا تحاتت عنه الذنوب، ولا يقف عند إقالة العثرات وإزالتها، بل إنه يتعدى ذلك إلى ملك حليم رحيم بخلقه سبحانه، ولا أرحم منه ولا أكرم، أنه يفرح بتلك التوبة، وأن هذا الذنب لو كان صغيرا أو كبيرا أن الله يفرح، والفرح صفة من صفاته دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه له سبحانه جل جلاله بخلقه، يفرح أي فرح بك وأنت العبد الحقير الذي لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ولكنه الكرم ولا أكرم من ربنا، والحلم الذي لا أحلم من ربنا. فإن ضاقت بك نفسه بذنوبك وسيئاتك فاعلم أن الله أعظم منها، وإن ضاقت بك الأرض بما رحبت بذنب وتسلط عليك عدوك وعدو ربك فخسئ هذا العدو وأحرقه بوحي السماء حينما تقول: اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ولا مفر منك إلا إليك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. فيا لله من عاثر عثر العثرة العظيمة فأقال الله عثرته بالصدق. والله وحده الذي يعلم كم صعدت إليه من دعوات ومن استغفار صادق من المؤمنين والمؤمنات، فورب الذي فطر الأرض والسماوات ما خيب الله أهلها ولا رد الله طلابها، بل كان أكرم ما يكون وهو الكريم سبحانه وتعالى. بشر الله عباده بالمغفرات، وبشر الله عباده بأنه حليم، وبشر الله عباده بأنه كريم، فلا تحتاج إلى نذور ولا تحتاج إلى إيمان ولا تحتاج إلى أن تضيق على نفسك بسعة الله جل جلال في سعة الله التي وسع عليك. فخذ بالكتاب والسنة وأقبل على الله جل جلاله تائبا من كل ذنب مستغفرا إليه وهو الرب: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ربنا ولا رب سواك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب، اللهم اغفر لنا كل ذنب، واستر لنا كل عيب، وفرج عنا كل كرب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وتجاوز عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا، اغفر لنا يا خير الغافرين،
وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. إليك نصبنا وجوهنا معترفين بإساءتنا وذنوبنا، فإنه لا منجا ولا منجا لنا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا ربي.